لو الحكاية فيها إن فيجو موجودة في مصر، وأنا كنت دايماً أقول أنا متفائل بمصر، إنما كنت بس بدي محاضرة واحدة في الأخرى أو في مكتبة اسكندرية كان بيجي لي 5000. أنا عارف إن مصر مليئة بالخبرات والعقول، بس المهم إن إحنا نحط السيستم الصح. وإحنا الحقيقة بدايتنا أنا سعيد بها جداً في المشروع القومي، إن شاء الله في الافتتاح الكبير هيكون زي بالظبط ما عملنا كده الافتتاح العظيم بتاع قناة السويس، هتكون مصر بقى في العالم في الافتتاح بتاع المدينة الجديدة في حدائق أكتوبر، بتقول للعالم إحنا دخلنا أو هندخل عصر العلم بأحدث ما توصل إليه العالم، وهنورد مصر هيحصل إيه على هذا المستوى. فإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن الغالي، ولازم نشتغل ونعمل ونحاول بقدر الإمكان. محدش نام، محدش يقول هي بلد مش عارف إيه وكان إيه، ما أسهل. تعرف أنا دايما أقول ما أسهل إن أنت تنقض حد بيحاول يعمل حاجة، دي أسهل حاجة في الدنيا. تبقى قاعد على بيسموه إيه حزب الكنبة عندنا في مصر، قاعد كده على الكنبة وبتقول إيه والله اتفرج على التلفزيون وتقول إيه الراجل ده اللي بيعمل ده، ايه يا سي عم سيبك انت مش عارف، ده ما اسهل شيء. لكن اللي بيعمل وبيحاول يبني هرم كبير هيقع عليه شويه طوب وبتاع ولا شويه حاجه ولا مش عارف ايه، لازم يكون عنده القوه ان هو يتحمل ويبني مصر الحديثه. ان شاء الله انا شايف حاجات كتيره جدا في هذا البلد العظيم، وانا متفائل جدا، متفائل على الاقل في أولادنا وبناتنا اللي هم متفوقين. وأنا سعيد جدا أن أكون معاكم النهارده، جاي مخصوص أن أكون معاكم عشان برضو أسلمكم الشهادات. الشهادات دي بمعنى إيه؟ قرر الأكاديميين على رأسهم الأستاذ الفايس تشير الدكتور صلاح عبية أن كل واحد منكم ياخد سكولرشيب. طبعا دي فانتازيه اكتر من اللازم، ولكن احنا هنديكم الفلوشيب ديت، السكولرشيب ديت كامله من ناحيه المصاريف، من ناحيه المعامل، من ناحيه الاستخدامات، كل حاجه. بس لازم تشتغل ولازم تكون متفوقين في المدينه. معناها ما ينفعش ابدا انك انت بعد ما تاخد السكولرشيب تاخد مثلا السي مش عارف ايه، لا عليكم ان انتم تاخدوا ايه مينيمم بي بلس، لان التنفيذ عندنا رائع ومشروع يعني طريقة ايه. ان شاء الله تكملوا المسيرة وتكونوا مشاركين في بناء مصر الجديدة. ما اسمعش كلام، الكلام وبالذات عندنا في الصحافة بتاعتنا عملية الرومرز دي ما يكونش يعرفوا ده مصر. طب وايه اللي هيحصل لده وده قال ايه، وطب الدكتور زويل لو حصل له حاجه، بص تلاقي الدنيا بتتعقرب من غير فايده. اديكم مثال، الرئيس السابق بتاع امريكا من زمان قوي 200 سنه كان اسمه جيفرسون. جيفرسون واحد من الناس اللي هم انتلكشوالز او فكر قوي، اللغة الإنجليزية لا يعلى عليها، هو اللي كتب حاجات في الدوكيومنتس بتاع التقييم التاريخية. فراجل يعني مشهور جدا، وبعدين قالوا له عايزينك تبقى رئيس الدولة، هو ما كانش حابب لكن خدها الفكرة.